السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة السادسة من حلقات كورس التوزيع الكهربي على قناة Electrical Design Learning. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مراحل تصميم المشروع بالنسبة لمهندس الكهرباء طبعا. فالأول في المحاضرة هنتكلم الأول عن مقدمة، بعد كده هنتعرف عن المراحل بتاعة تصميم المشروع كل على حدة يعني، بعد كده هناخد كل مرحلة من المراحل دي ونتكلم عنها بشيء من التفصيل، عن النقط الأساسية أو الحاجات الأساسية المفروض تتعمل في كل مرحلة، وفي الآخر هنتكلم عن بعض الملحوظات. فطبعا تصميم المشروع بالنسبة للمكتب الاستشاري لازم يتم خلال يعني عدة مراحل، الموضوع مش بيتعمل مرة واحدة كده وخلاص، لغاية ما طبعا يعني عدة مراحل لغاية ما نوصل للمنتج النهائي أو اللي هو التصميم الكامل بتاع المشروع. فالمراحل بتاعة تصميم مشروع بالنسبة للمهندس التصميم بيمر يعني بشكل أساسي عن طريق 4 مراحل. المرحلة الأولى اسمها Concept Design، والمرحلة الثانية Design Development، المرحلة الثالثة اسمها Detailed Design، والمرحلة الرابعة Tender Documents. فنبدأ بأول مرحلة اللي هي الـ Concept Design، وخلال من اسمها المرحلة دي طبعا هي يعني طبعا المرحلة البدائية أو الابتدائية بتاعة تصميم المشروع. خلال المرحلة دي بتتم الحاجات الآتية دي. أول حاجة الاستشاري بيعمل حاجة أو دوكيمنت اسمها Basics of Design Requirement اللي هي الـ BODR الاختصار بتاعها، والمستند ده بيحتوي على شوية حاجات رئيسية كده في الاستشارة بيوضحها إن هو هيستخدمها يعني في المشروع. الحاجات الأساسية اللي بتكون جوه الـ BODR زي على سبيل المثال الـ Estimated Load للمشروع، يمكن احنا في الحلقة بتاعة أنواع المشروعات تطرقنا شوية لحتة الـ load estimation، إن احنا بنشوف المساحة الكلية بتاعة اللي هي الـ built up area بتاعة المشروع، وبندخل على الكود نشوف طبيعة الاستخدام المشروع ده يعني محتاجة كام فولت أمبير لكل متر مربع، ونطلع الاستيميتد لود الكلي بالكيلو فولت امبير للمشروع ككل على اساس نحدد يعني على اساس اللود ده نطلع يعني تصور مبدئي للاكويبمنت الكبيرة اللي نقدر نستخدمها في المشروع ده، زي مثلا عدد المحولات وأحجامها المبدئية اللي ممكن تستخدم في المشروع ده. برضو ممكن ندي تصور عن أعداد الجنريتورز اللي هنستخدمها في المشروع ده، وبرضو ممكن نتكلم في الـ BODR عن إذا كنت هتستخدم أصلا كابلات ولا بسويج، لو هتستخدم كابلات هتستخدم أنهي نوع مثلا من الكابلات وهكذا. تاني حاجة بتتعمل في مرحلة الكونسبت ديزاين اللي هي making space program، واللي space program ده معناه إن المهندس التصميم الكهربي بياخد التصميم المبدئي اللي عامله المهندس المعماري ويدرسه كويس جدا، ويحدد من خلاله أماكن وأحجام غرف الكهرباء اللي هو محتاجها علشان يوضحها على الرسم المعماري وينسق مع المهندس المعماري بحيث يديله أبروف على الأماكن دي.
برضه في الكونسبت، مرحلة الكونسبت ديزاين، مهندس الكهرباء بيقدر إن هو يدرس برضه من خلال دراسة المعماري والفراغات الموجودة فيه، طبيعتها إيه، مثلا مكاتب، دورات مية، كوريدورز، مخازن، يشوف إيه الفراغات الموجودة في التصميم المعماري ويحدد على أساسها اللايتنج فيكتشرز أو اللي هي الكشافات، الإضاءة اللي هو ممكن يستخدمها في المشروع ده أو في كل نوع من أنواع الفراغات الموجودة في المشروع. دي مع المرحلة الأولى اللي هي الكونسبت ديزاين. أما المرحلة الثانية اللي هي الديزاين ديفلوبمنت، خلال المرحلة دي مهندس التصميم الكهربي بيبدأ يعمل الرسومات الأساسية للمشروع اللي هي اللايتنج، سمول باور، الكيبل روتينج، الإيرثينج واللايتنينج، السنجل لاين دايجرام، والليجند. في بالنسبة لللايتنج بيبدأ بعد ما هو اختار الكشافات اللي هيشتغل بيها، يبدأ يدخل الفراغات دي على الدايلكس ويطلع، يعمل لايتنج كالكوليشن ويطلع أعداد الكشافات اللي محتاجها في كل فراغ، ويدخل على يرجع للدروينج بتاعة اللايتنج، يوزع الأعداد بتاعة الكشافات اللي هو حسبها طبقا لللايتنج كالكوليشنز اللي عملها. أما بالنسبة للسمول باور بيبدأ إنه يوزع الإلكتريكال أوتليتس أو اللي هي السوكيتس للجنرال يوز في كل الفراغات، ويبدأ يوزع الالكتريكال اوتليتس الخاصة بالسبيشال بيربوزز، زي مثلا الاسانسيرات، لو في مغسلة مثلا، لو في اسكليتور اللي هو السلم الكهربي، وهكذا على حسب الطبيعة استخدام المبنى محتاج إيه، هل هو مثلا محتاج فاير بامب، الحاجات دي كده. وبعد كده يبدأ ياخد الإلكتريكال لودز اللي بتطلب عن طريق التخصصات التانية زي الإتش باك، التكييف والبلامينج اللي هم الصرف، واللايت كارنت، والإنتريور ديزاين. كل الناس دي بيتم التواصل معاها أثناء تصميم المشروع، وناخد منهم أماكن وأحجام اللودز اللي هم محتاجينها في المشروع ده، علشان أبدأ أنا أوصل لها تغذيات كهربية وأدخلها معايا في حسابات الأحمال. وبرضه بيتعمل وايرنج في رسومات اللايتنج والسمول باور، يعني كل مجموعة من الكشافات يتوصلوا مع بعض بالوايرنج على الأوتوكاد، وياخدوا مع بعض أرقام دوائر، طبعا ده على حسب طبقا للوحات الكهرباء اللي مهندس الكهرباء برضه هيحدد أماكنها وأعدادها وأساميها. بالنسبة لازلنا برضه في نفس المرحلة اللي هي الديزاين ديفلوبمنت، اتكلمنا عن اللايتنج والسمول باور، نبدأ نتكلم عن الكيبل روتينج. في الكيبل روتنج بيبدأ مهندس الكهرباء يحط كل الالكتريكال ايكويبمنت بتاعته بأماكنها، زي الميديوم فولتج، سواء ميديوم فولتج سويتش جير أو رينج مان يونت، ويحط الترانسفورمرز، الجنريتورز، واليو بي اس، والام دي بي، والسب مينز، والديستريبيوشن بوردز اللي هي لوحات الإضاءة والباور والتكييف، ويحط برضه طبعا البالك لودز على رسومات الروتينج. البالك لودز اللي هي زي الام سي سي هات او الاحمال الكبيره بتاعه التكييف، ام سي سي اللي هو الموتور كنترول سنتر، والاليفيتورز والاسكليتورز والحاجات دي. وعلى الكيبل روتينج برضه بيتحط المسارات بتاعه الكيبل تريز اللي ماشية في كل الأماكن بتاعة المشروع. وبرضو بعد كده بيتعمل سنجل لاين دايجرام
علشان يوضح التغذية بتاعة الكهرباء جاية من فين، رايحة من فين لفين، يعني بدءا من لو انت هتبدأ من محول مرورا بالام دي بي والجنريتورز وبعد كده السبمينز والديستريبيوشن بورد. طبعا كل ده بيبقى متوضح عليه اسامي كل حاجة بالاسم بتاعها، والاسم طبعا يكون مطابق للاسم اللي موجود على الدروينج. وبعد كده في الاخر المرحلة دي بيتعمل ليجند اللي هي يعني جداول الرموز علشان توضح كل رمز من الرموز اللي استخدمتها في الدروينج بيرمز لإيه في الواقع. أما عن المرحلة الثالثة اللي هي الديتيلد ديزاين، ففي المرحلة دي أهم الخطوات اللي بتعمل فيها أول حاجة البانل سكيدولز. البانل سكيدولز دي بتبقى عادة يعني شيتات إكسل بتبقى فيها تفاصيل الأحمال الكهربية اللي موجودة جوه كل اللوحات الكهربية اللي موجودة في المشروع، بدءا من الـ distribution board اللي هي لوحات الإضاءة والباور والتكييف، مرورا بتجميع اللوحات دي على الـ submain distribution boards، وبعد كده تجميع الـ submain distribution boards على الـ MDB، نحط كل الأحمال الكهربائية بتاعتنا على اللوحات دي. ووظيفة الشيتات دي إن هي يبقى عليها مجموع أو تفصيل الأحمال الموجودة على اللوحات دي. وبعد كده بعد ما يتعمل شيتات البانل سكيدولز بتتعمل شيتات تاني برضو عادة بتبقى إكسل اللي هي الكيبل سايزنج. والكيبل سايزنج ده بيبقى عبارة عن إن هو بياخد الحمل الكهربي اللي موجود على كل لوحة ويقدر يعمل سايزنج للكيبل اللي رايح للوحة دي، وبالإضافة للسيركت بريكر الرئيسي بتاع اللوحة دي، وكل ده بناء على الحمل الكهربي الموجود على اللوحة دي. وبعد كده بعد ما يتعمل البانل سكيدول والكيبل سايزنج بيتعمل الشورت سيركت والفولتج دروب كالكوليشنز الخاص بكل لوحة برضه. بعد كده بنقدر السنجل لاين دياجرام اللي اتكلمنا عنه في المرحلة اللي فاتت بنقدر ان احنا نكمله من خلال الكالكوليشنز او الداتا اللي طلعت من الشيتات البانل سكيدول والكيبل سايزنج والشورت سيركت والفولتج دروب. بناخد كل الداتا دي ونحطها على السنجل لاين دياجرام بحيث يبقى كل كيبل وكل فيدر مكتوب عليه حجم الكابل بتاعه والفولتج دروب والشورت سيركت، وكمان بيتحط من بعد ما بنحسب الأحمال اللي على اللوحات بنقدر نعمل سايزنج النهائي للترانسفورمرز والجنريتورز، ونقدر نحط كل الداتا دي على السنجل لاين دايجرام. ده ما يخص المرحلة الثالثة. أما بالنسبة اللي هي الديتيلد ديزاين، أما بالنسبة للمرحلة الرابعة اسمها التندر دوكيمنتس، ودي المرحلة النهائية للمشروع، ولما بتتعمل بيبقى بتتكون من 3 حاجات رئيسيين اللي هما أول حاجة الـ Complete Drawing Package، يعني كل الدروينج اللي اتعملت في المشروع بتطلع في المرحلة دي اللي هي Tender Document، بالإضافة لحاجة اسمها Bill of Quantities اللي هي الـ POQ أو جداول الحصر. ده جدول بيبقى فيه كل التركيبات الكهربية اللي استخدمت في المشروع بكل نوع من أنواع التركيبات والكمية اللي تم استخدامها، وبيتكتب قدام الكميات دي الأسعار اللي الأسعار الخاصة بكل كمية من الكميات. وتالت حاجة الـ specifications أو المواصفات اللي بيشترطها الاستشاري في كل نوع من أنواع التركيبات الكهربية في المشروع. يبقى مرحلة التندر دوكيمنت
بتبقى فيها 3 حاجات. أول حاجة اللي هي الدروينج باكج، كل الدروينج في المشروع اللي اتعملت في المشروع، زائد البيل اوف كوانتيتيز، زائد السبيسيفيكيشنز. دول الـ3 مكونات الرئيسيين للتندر دوكيمنت. يبقى كده احنا استعرضنا الـ4 مراحل من مراحل البروجكت ديزاين بالنسبة لمهندس التصميم، وقلنا ان اول مرحلة هي الكونسبت ديزاين، بعد كده الديزاين ديفلوبمنت، والمرحلة الثالثة الديتيلد ديزاين، والرابعة التندر دوكيمنت. وقلنا ان الكونسبت ديزاين ده هو المرحلة اللي بيتعرف فيها مهندس التصميم على المشروع، وبيدرس التصميم المعماري كويس، وبيحدد وبيحسب اللود استيميشن، وبيعمل البي او دي ار، وبيحدد اماكن غرف الكهرباء واحجامها ومساحتها، وبيختار اللايتنج فيتشرز. وبعد كده في المرحلة الثانية الديزاين ديفلوبمنت، بيبدأ يعمل الرسومات ويوزع عليها الكومبوننت بتاعته، سواء لايتنج وسمول باور وكيبل روتنج وايرثنج ولايتنج، وبيعمل سنجل لاين دياجرام وليجند. والمرحلة الثالثة الديتيلد ديزاين، بيبدأ يكمل الرسومات ويحط وايرنج وأرقام الدواير، ويعمل بانل سكيدوال، ويعمل كيبل سايزنج وشورت سيركت وفولتج دروب. وفي الآخر بيحط كل الداتا اللي طلعت من الكالكوليشنز على السنجل لاين دياجرام. وفي المرحلة الرابعة قلنا بيطلع كل الدروينج زائد البيل اوف كوانتيتيز، الجداول الحصر والتسعير، زائد السبيسيفيكيشنز، مواصفات التركيبات الكهربية اللي الاستشاري طالبها في المشروع. يتبقى ملحوظتين صغيرين كده، إن الـ4 مراحل اللي اتكلمنا عنهم بيتعملوا طبقا لجدول زمني بيتم الاتفاق عليه ما بين الاستشاري والأونر أو اللي هو مالك المشروع، بحيث في بداية التعاقد بيحددوا مع بعض جدول زمني، كل مرحلة يبقى ليها تاريخ معين إن هي تخلص فيه، ويتم وبعد كل مرحلة من المراحل دي بتطلع سبميتال، أو يعني بيتم طباعة كل الدروينج والكالكوليشنز اللي مطلوبة في المرحلة دي، ويتم تسليمها للمالك علشان يطلع عليها، سواء يطلع عليها هو أو اللجنة الفنية اللي هو معينها عنده. يتم الاطلاع يعني على الشغل المعمول، ولو في أي فيدباك أو في أي كومنت أو تعديلات أو توضيحات محتاجة تتعمل، بيتم مراعاتها في المراحل اللي بعد كده في المشروع. وفي نهاية الحلقة أتمنى تكونوا استفدتوا منها قدر الإمكان، وإلى اللقاء في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.